عبد الله السهلي رئيس جمعية تونسية للأمن الجامعي الجمهوري. هذه جمعية أمنية تصنيفها حقوقية اجتماعية كونها ثلة من الأمنيين، مقرها الرئيسي ولاية القصرين. خيرنا أن تكون ولاية القصرين للرمزية الثورية اللي معروفة بها الشيرة هذه تاريخيا من ثورة 1906، ثورة علي بن غذاهم، حرب التحرير، حرب الاستقلال، وأخيرهن ثورة 14 جانفي. كان للرمزية التاريخية هي باش نعمل الجمعية هي تنطلق من القصرين، لها عديد الفروع كم الولايات الجمهورية أو جلها اللي هي سيدي بوزيد، سوسة، المهدية، المنستير، توزر، قطاوين، مدنيين، بن قردان، جندوبة، بن زر، وأخيرهن أحدثنا فرع تونس. بشنو نشطات الجمعية هذه؟ نشطاتها حقوقية اجتماعية لمساندة كل من صاحب حق مهما كان في المجتمع المدني أو الأمنيين، وإضافة للعناية بشؤون أرامل وأيتام وذوي خصوصيات ورجال الأمن. أيضا دوري رئيس فرع تونس لجمعية العمل من أجل الأمن الجمهوري. الإضافة اللي باش يقدمها الفرع ذي والجمعية ذي للأمن في تونس. والله إن شاء الله هو مولود جديد هذا الفرع، كما سنسعى إلى بعض فروع بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. أود تأكيد أن هذا الفرع وعديد الفروع الأخرى ستكون داعم للعمل النقابي الأمني، اللي نعتبره اليوم أنه يتعرض إلى عديد المضايقات من أطراف صلب وزارة الداخلية، ونعبر عن مساندتنا المطلقة لكل النقابيين والهياكل النقابية المستقلة. كذلك يعني سنحاول العمل في إطار القانون والضغط الإيجابي على ضرورة إعادة صياغة النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، والتسريع في سن النصوص القانونية الكفيلة بتوفير الحماية لرجل الأمن دون يعني تكريس أو إيجاد قانون يكون يتسم بسمة المغالاة أو الطابع الزجرية، لأنه اليوم نطالب بقانون يراعي رجل الأمن وكذلك يراعي المواطن، يعني قانون يكون نابع من مناخ حواري ليس من باب الإسقاط. كذلك اليوم باش نطرقوا إلى أهم الأسباب التي تقف وراء عدم تحقيق وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري على أرض الواقع، ألا وهي غياب الإرادة السياسية من جهة، وذلك كما قلنا في حيث المماطلة في سن النصوص القانونية والتشريعات اللازمة، وكذلك في من حيث التعطل المسار الإصلاحي أو سيره ببطء على مستوى وزارة الداخلية في تعاملها مع إصلاح المنظومة الأمنية.